بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مستوى الهلال اليوم مرة سيء. أول شيء أشكر أول قبل كل شيء الجماهير، ما قصر والله، أدينا كل اللي علينا، لكن المشكلة باللعيبة. وبعدين سافيتش كنا مرة متفائلين فيه، لكن مستواه مرة مو زين، يعني عكس كل شيء صار. ونبغى الحمدان ينطرد بأسرع وقت ممكن بالحياة، وهجومنا هجوم نفس الناس. يعني كذا أنا ما عندي الكلام والله، هذا بس اللي ما نبغى حمد، الحمد ما نبغى. الحمد لله على كل حال، ما أدري وش نقول. الحمدان موجود والله، لا جديد، مطولين. السلام عليكم، مساء الخير. صراحة ما توقعنا الهزيمة، لكن المدرب هذا لازم يغير أسلوبه. والله لازم يغير أسلوبه، أسلوب الدفاعي الضغط الهجومي ذا ما ينفع. يسكر صح زي نونز حق الاتحاد، فنان ممتاز. ولا يعطونا الحمدان يرتاح لين نشوف له حل. شكرا. يبغى له ساتر الدفاعي، لازم محور دفاعي ومهاجم اجنبي ضروري. الحمدان ما ينفع مره، لعب رديف طيب. اي والله، يعني اكثر مباراه لعب 5 وديات والرديف محيط ولعب له الحمدان. الحمدان يا ابوي اول شيء الله يهدي المدرب، لا عاد يدخل الحمدان يفكنا شره، والبطوله هذه يجعلها فدا. ريدر فدا، اي ما هي على كذا، هذا واحد يعرف يلعب، هذا كلام غير صحيح وغير لائق. تفضل مستوى، حرام عليه. هذا نحتاج مهاجم، وحرام هذا يفكه. اي والله والله حرام يروح بس.